يا لبيك. يقول لك وش الرجيم اللي سويته؟ ما شاء الله ناحف مره. والله شوف، هي بدايتها شوي شوي. الاكل طبعا مخفف، وجبتين في اليوم، وجبتين يعني فيها فيتامين شوي، اللي هي دجاج، تونه، عرفت. اشرب مويه كثير، اشرب 3 لتر في اليوم. جميل والله، ضروري 3 لتر. برضو لما اخلص ما اكل حلا نهائيا، بتجنب الحلا، السكر اللي هو الشاهي، يعني السكريات مو بعد السكر، والشاهي بالسكر برضو ما اشرب. مر تشرب؟ اشرب مر. القهوه ايش خفف منها بعد ما نخلص، بس بث الساعه 2. مشروبات الغازيه كيف وضعها؟ لا ما اشربها انا اصلا. ما تشرب؟ ما اشرب ابد والله. الله عليك. سلام. بعد الساعه 2 طال عمرك اجي هنا، امشي لي تقريبا ساعه. انا وياك، انا وياك ساعه كامله. ساعه 2 في الليل؟ ايوه ساعه كامله مشي يا سلطان. لبيه. انا وياك سوا. ايه دخل معاي في الموضوع كذا شخص، اللي صموا الاثنين، بعضهم صموا بعضهم ما صموا، عرفت. واحد من الشباب كم صمل لمده كم؟ لا هذا الحين لسه بيدخل معي متدرب. لسه بيدخل. تفضل. إيه. فساعة مشي طال عمرك، مشي جري، مشي سريع. و40 دقيقة تقريبا اللي هو الحديد بشكل كامل، حديد شامل للجسم، يعني عضلات الجسم كاملة، عرفت. جميل. بس هو اهم شيء انك توازن بين الاكل وبين الرياضة. لكن الاكل تقول ابعد عن السكريات، السكر هذا، مشروبات الغازيه، مشروبات غازيه، السكر، الرز. الرز انا اكل دجاج بخبز عادي، الرز يعني انا ماني برايي صراحه من الاساس من الاول. وزياده عليها الرياضه. الرياضه ضروري انك توازن، انك تاكل، انت لو تاكل حق اليوم وتخففه في نفس اليوم انت يكون جسمك واحد، لكن انك تاكل دائما ولا تسوي رياضه، دهون 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 دهون، عرفت. أقدر أقول شيء يعني. سلام.